مرحبا. النهارده هنشرح موضوع من اهم المواضيع في النظري او في العملي اللي هي السيريبرم او المخ. في الاول مبدئيا ده جزء بسيط كده للسنترال نيرفس سيستم. دي اجزاء الديفرنت بارتس اوف ذا برين، واجزاء البرين بيبقى اربع اجزاء. الجزء الاول هو اهم جزء واكبر جزء اللي هو السيريبرم اللي هو الاحمر. بيبقى ما بين التو سيريبرال هيمسفيرز بيبقى في جزء يربط التو بارتس اوف ذا برين اسمه الداينكيفالون، اوقات يسموه انتر برين اللي هو بحرف الدي. تحتيه اللي هو جزء اللي اسمه برين ستم، وورا البرين ستم في الجزء الاخير اللي اسمه سيريبيلم. فانا عندي الاربع اجزاء: داينكيفالون، سيريبيلم، برين ستم. بس موضوعنا النهارده عن السيريبرم اللي هو المخ. لو جينا وصفنا حبينا نوصف السيريبرم، هنلاقي الاول ايه؟ عايز اعمل فيه سكشن كورونال سكشن بالمنظر ده. فلما اعمل كورونال سكشن في البرين اللي هي الفيو ده الكورونال سكشن، هلاقي ايه؟ ان السيريبرم متكون من 3 لايرز. الطبقه الخارجيه عباره عن طبقه من الجري ماتر، عباره عن نيرف سيلز، ودي اللي بترسيف اور سند الاوردرز، دي جري ماتر. الطبقه اللي في النص عباره عن وايت ماتر، ودي الاكسونز بتاعت النيرف سيلز. في البيز اوف ذا برين، نير ذا بيز اوف ذا برين، في كولكشن اوف نيورونز. وكولكشن اوف نيورونز بنقسمهم في الطب الى نوعين. لو الكولكشن ده انسايد السي ام اس نسميها نيوكلياي، لو اوتسايد السي ام اس يعني بره البرين والسبانال كورد نسميها جانجليا. فيسموا ذيس كولكشن بيزل نيوكلياي. الاسم القديم والاسم الخطا بيزل جانجليا. ليه خطا؟ لان الجانجليا لازم الكولكشن يكون اوتسايد السي ام اس، وذيس كولكشن انسايد السي ام اس. فدي الطبقه الاخيره، يبقى عندك جري ماتر نيرف سيلز، ثم وايت ماتر دول اكسنز، ثم انر موست لير عباره عن كولكشن اوف نيورونز ات ذا بيز اوف ذا برين كولد بيزل نيوكلياي، زي نواه مثلا اسمها لينتيفورم، هيجي ذكرها بعدين. ده الكورال سكشن. لما جينا وصفنا اثناء الديفلوبمنت بتاع البرين، كان النيرف سيلز بالمنظر ده، وبعدين بعض المناطق يحصل لها اوفر جراث، تعلى اكتر مقارنه بالمناطق اللي جنبها. فدي تبقى اريا، والمنطقه مثلا دي تكبر اكتر. المنخفض اللي بين المرتفعين فيه برضه نيرف سيلز، بس ما حصلوش ديفلوبمنت زي اللي جنبيه، فيسموا المنطقه دي سالكس، والمناطق المرتفعه دي جايروس، والجمع طبعا جايراي. فهتلاقي عندك الحته العاليه اللي اسمها جايروس، والمنخفض سالكس. ان ذا ديبث اوف ذا سالكس في نيرف سيلز بات نوت ويل ديفرنشيتد اند ويل نوت ديفلوبد زي الجايراي. دي الجايراي اللي هي يسموها بالعربي تلفيف المخ، وده منظرها من الجنب. الجروفز او الدبريشن اسمها سالكاي، والاليفيشن يسموها جايراي. والانتليجنس كوشن معدل الذكاء في الانسان مش متقاس على حسب السايز اوف ذا برين، حسب النمبر اوف ذا جايراي. يعني لما شرحوا البرين بتاع اينشتاين بتاع النظريه النسبيه، لو عدد الجايراي اكثر يبقى اكيد الفانكشن ايريز عنده اعلى، خصوصا الاريا بتاعت الاديوكيشن والثينكينج. تمام، يبقى دي كده اللي هي مبدئيا الكورونا سكشن. في بقى معلومه مهمه جدا، لما نعمل كورونا سكشن مش هنلاقي السيريبرم متكون من تو سيريبرال هيمسفيرز زي السيريبيلم. كان في تو سيريبرال هيمسفير، السيريبرال تو هيمسفيرز، but these cerebral hemispheres are not separate from each other. ازاي؟ يعني بنلاقي في bundles of white matter بتكونكت different areas on both sides عشان تعمل حاجه اسمها integration of function، تكامل في الوظيفه ما بين اليمين والشمال. These bundles اللي بتربط the similar functional areas in both hemispheres يسموها commissural fibers. من ضمن commissural fibers اهم commissural fiber حاجه اسمها corpus callosum. corpus جسم، callosum يعني الجاسي او الصلب. الكوربس كالوزم موجود هنا فين؟ ما بين التو هيمسفيرز. ده حاجه كونكتنج تو هيمسفير توجذر. لو جينا بصينا على السيريبرال هيمسفير هلاقي ايه؟ ده رايت وده ليفت هيمسفير. في ذا ميد لاين في جروف بتوين التو هيمسفيرز، بس الجروف ده يسموه ميديان لونجيتودينال سالكس او ميديان لونجيتودينال فيشر ما بين التو هيمسفيرز. الجروف ده مش توصل لحد الاخر، لان انت ما عندكش التو سيريبرال هيمسفيرز سيباريت فروم ايتش اذر، لا هيوصل للبوتم بتاعه بيبقى فيه الكوربس كالوزم اللي هو الاستراكشر اللي يربط الناحيتين ببعض. فيبقى ذير از ذا ميديان جروف بتوين تو سيريبرال هيمسفيرز، ات ذا بوتم اوف ذيس جروف باند اوف وايت ماتر كولد كوربس كالوزم. يبقى دي كده انتروداكشن على السيريبرم. اللي احنا لما نيجي نلخص السيريبرم ممكن نلخصه ات ذا رول اوف 3. في السيريبرم في ثلاث حاجات، كل حاجه في ست حاجات، كل حاجه ثلاثه. في 3 سيرفيسز، 3 بوردرز، 3 بولز، 3 لايرز، 3 مين سالكاي، مين لان في سالكاي ماينر، وفي 3 مين فيشرز
ايه بقى الرول اوف 3؟ بالنسبه للسيرفيس هنلاقي ان هم 3 سيرفيسز. انا هتخيل انا بص على الرايت على الليفت سيربر هيمسفير ده ليفت، فهطلع الليفت سيربر هيمسفير واطلعه لوحده، فده وان هيمسفير كده، ده انتير وكده ده بوستير، ده اسمه لاترال سيرفيس او سوبر لاترال سيرفيس اللي انا شايفه ده. السيرفيس الثاني هجيب نفس الهيمسفير اللي هو الليفت وابص عليه من الناحيه دي اقلبه كده، فبقى هنا كده انتير وكده بوستير، ده اللي اسمه ميديال سيرفيس. هعمل ايه؟ نفس الهيمسفير ده او اجيب الهيمسفير الثاني اروح اقلبه لتحت وابص عليه من الانفيرور سيرفيس، فده الانفيرور سيرفيس كده انتير وكده بوستير وكده ميديال كده لاترال. فانا عندي 3 سيرفيسز لاترال او اوقات يسموه سوبر لاترال، بيبقى كونفكس واخد شكل البونز، ميديال سيرفيس بيبقى فلات، الانفيرور سيرفيس بيبقى الريجولر، وده مقسوم الى جزئين. الجزء الامامي يسموه اوربيتال بارت لان ده هيبقى فول اوربت، اللي هو ده اللي هو الجزء ده او الجزء ده، ده الاوربيتال بارت. اما الجزء اللي ورا يسموه تنتوريال بارت، نسبة الى مين؟ تنتوريال نسبة اللي هو الجزء ده، نسبة ان هنا في فولد من الديورا اللي عاملها خط منقط، تفصل السيريبرم عن الاستراكشر اللي تحتيه اللي اسمه سيريبيلم، الفولد دي يسموها تنتوريوم سيريبيلاي، فالبوستيريور بارت اسمه تنتوريال نسبة الى التنتوريوم سيريبيلاي اللي هيفصله عن السيريبيلم اللي تحت. يبقى انا عندك 3 سيرفيسز لاترال او سوبر لاترال، ميديال اند انفيريور، انفيريور تو بارتس، اوربيتال ده انتيريور ده سمول بارت، والبوستيريور لارجر بارت اسمه تنتوريال بارت اباف ذا تنتوريوم سيريبيلاي. من ناحيه البوردرز عندنا 3 بوردرز، اسمي البوردر ده سوبرو ميديال، ليه؟ ده اللي هيفصل لي السوبرو لاترال سيرفيس عن الميديال سيرفيس، يعني ده اخره ده هنا، ده السوبرو ميديال بوردر، وبسمي البوردر ده انفرو لاترال. ليه بقى انفرو لاترال؟ لو جيت عملت سيكشن في السيريبرم هيبقى كل هيمسفير تقريبا شكله كده، والناحيه الثانيه برضو كده. فلو جيت وصفت البوردرز ده بنسميه سوبرو ميديال، ما بين سوبرو لاترال اند ميديال، ده نسميه انفرو لاترال اللي هيفصل انفيرو سيرفيس على لاترال سيرفيس، وده نسميه انفرو ميديال اللي هيفصل انفيرير عن ميديال سيرفيس. فالمفروض عندي 3 بوردرز، يعني كل هيمسفير لو عملته سيكشن كده كانه بيراميد او تراينجل، واحد سوبرو ميديال بوردر ما بين سوبرو لاترال اند ميديال سيرفيس، والثاني انفرو لاترال ما بين لاترال او سوبرو لاترال اند انفيرير، والاخير اسمه انفرو ميديال ما بين انفيرير اند ميديال سيرفيس. ده اللي انا شايفه اللي هو ايه؟ الانفرو لاترال سيرفيس والانفرو لاترال بوردر، وكده يبقى انفرو ميديال. اهم حاجه بقى ايه؟ ان الجزء ده البوردر اللي هركز عليه دلوقتي ده يسموه سوبر سيلياري بوردر، اللي هو ده السوبر سيلياري، ده عباره عن ايه البوردر ده؟ ده اللي مقابل لي من بره السوبر سيلياري ارش، اللي هي الاي براوز الحواجب عنده، ده اسمه سوبر سيلياري بوردر، ده جزء او اكستنشن من السوبرو ميديال بوردر اللي هو الحته الصغيره دي. يبقى دي كده ايه؟ خدنا سيرفيسز اند بوردرز. من ناحيه البولز، السيريبرم فيه 3 بولز، 3 اقطاب اللي هي 3 نهايات، دي يسموها فرونتال بول، والبول ده بيعمل له سبلاي انتيرو سيريبرال ارتري، وده يسموه اوكسيبيتال بول يعمل له سبلاي بوستيرو سيريبرال ارتري، وده يسموه تمبرال بول يعمل له سبلاي ميدل سيريبرال. يبقى احنا عندنا 3 سيريبرال ارتريز، انتيرو وميدل وبوستيرو، ايتش سيريبرال ارتري سبلاينج ا بول، فرونتال بول، تمبرال بول، اند اوكسيبيتال بول. من الحاجات اللي تعرف بيها قدام ورا في السيريبرم ان في عندي في ناحيه الانتيريور في 2 بولز، فرونتال وتمبرال، ناحيه البوستيريور 1 بول اللي هو اوكسيبيتال بول. لو بصينا على الناحيه الميديال اهو، ده الفرونتال وده التمبرال وده الاوكسيبيتال، بس انت في الناحيه الميديال سيرفيس في ستراكشر بيوضح لك انتيريور من البوستيريور اللي هو اسمه كوربس كالوزم، اللي هو ده اللي احنا قلنا باندل اوف وايت ماتر اللي بتربط الناحيتين ببعض. ليه اعرفك انتيريور من بوستيريور؟ لو جينا وصفناه بالظبط الاقي ايه؟ ان هنرسم نكمل السيربرم كده مور ليس مور اناتوميكال. لو قست المسافه من نهايه الكوربس كالوزم لنهايه البرين هتلاقي ايه؟ المسافه دي الجزء ده في نهايه الكوربس كالوزم اقصر من هنا، الجزء القصير يعرفك ان ده انتيريور. يعني جيب الكوربس كالوزم قيس من اخر البرين من اخر السيربرم لحد الكوربس، قيسه كده وقيسه كده،
لو لقيت المسافه طويله ده خليه مور بوستيرير. ده في حاله ان انت ما انتش عارف ان السيريبرم الانتيرو بارت فيه 2 بولز والبوستيرو بارت فيه 1 بول. دي علامه ثانيه اديشنال انتيرو فروم بوستيرير عشان العمل. يبقى عندي 3 بولز. في عندي بقى 3 لايرز اللي احنا قلناهم جراي ماتر وايت ماتر وفي انذر جراي ماتر كولكتد ات ذا بيز اوف ذا برين اسمها بيزال نيوكلاي. الاسم القديم بيزل، الاسم القديم الغلط بيزل جانجليا. 3 مين سالكاي. ايه بقى 3 مين سالكاي؟ في عندي 3 سالكاي مهمين جدا في السيريبرم. اول سالكس اسمه لاترال سالكس، واللاترال سالكس هعمله هنا كده اهو كانه هو سلك التليفون ده. بيبدا على الانفيرو سيرفيس، بدايته يفصل ما بين الاوربيتال بارت والتنتوريال بارت، يسموا الجزء ده ستيم اوف لاترال سالكس. وبعدين الناحيه دي كده ميديال والناحيه دي لاترال، يروح يكمل على الناحيه اللاترال. فاجيب الرسم هنا، ده بقيته على الناحيه اللاترال. يرجع لورا يعمل حاجه اسمها بوستيرو ريمس اوف لاترال سالكس، ويطلع منه اثنين ريماي اسمهم انتيرو، واحد اسمه انتيرو هورزونتال واحد اسمه انتيرو اسندنج. يبقى اللاترال سالكس ليه 3 بارتس، ليه 4 بارتس. بورت الابارت اول اسمه ستم، وده يعبان على الانفيرو سيرفيس ما بين اوربيتال وتنتوريال. وبعدين ليه 3 ريماي، اثنين انتيرو ريماي واحد اسمه انتيرو هورزونتال وانتيرو اسندنج، والاخير والاكبر اللي هو اسمه بوستيرو ريمس. دول يبانوا لي على اللاترال سيرفيس، لكن الستم يبان لي على الانفيرو سيرفيس. ده اهم سالكس اللي اسمه لاترال سالكس. في انذر سالكس اسمه سنترال سالكس، والسنترال سالكس ده بيبان اباف اللاترال سالكس او اباف بوستيرو ريمس، بس داز نوت كوميونيكيت وذ ات، ويكمل على اللاترال سيرفيس كده تقريبا في نص السيربرم، واخره يظهر لي في الميديال سيرفيس. يعني هو اساسه على اللاترال سيرفيس السنترال، وده قلنا لاترال، ويروح يكمل لي على الميديال سيرفيس جزء صغير منه. السالكس ده كاناتومي ممكن اعرفه على جسمي، اللي مهم جدا اناتومي اللي هو ايه؟ في عندي نقطه اسمها روت اوف ذا نوز اللي هي المنطقه دي، ودي هنا حاجه اسمها اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس اللي هي البروز اللي في العظم اللي في القفا ده. اعمل خط من هنا الى هنا واخد ميد بوينت في الخط ده من مسافه من النوز روت اوف ذا نوز لحد البروتيوبرانس، اوصل خط اخد ميد بوينت في النقطه دي. وبعدين في عندي عظمه بروز الوجنه هنا اسمها زيجوماتيك ارش، اخد في النص في الارش ده ميد بوينت نقطه، واوصل من الميد بوينت ده للميد بوينت ده بخط بالطول. السنترال سيركس هو الابر تلتين من اللاين ده، يعني على يعني ده كده روت اوف ذا نوز وده البروتيوبرانس، اوصل خط اخد نص واجي الزيجوماتيك ارش اخد ميد بوينت هنا واوصل من ده الى ده. السنترال سيركس مش كل ده، جاست الابر تو ثيرد. مهم جدا ليه اناتوميكال، ليه؟ لان السنترال سيركس هيفصل حاجه اسمها فرونتال لوب عن بارايتال لوب، والفرونتال لوب ده فيه الموتور ارياز، اما البارايتال لوب في السنسور ارياز. فانت بتبقى عارف انت كده الدامج، لو حصل دامج في الفرونتال لوب او بارايتال على البادي يبقى فين، ده مكان السنترال سيركس، وده قلنا بيكمل على الميديال سيرفيس. السيركس اللي بعديه اغلبه يبان لي على الميديال سيرفيس ورا الكوربس كالوزا، ويروح جزء صغير يطلع يبان على اللاترال سيرفيس عكس السنترال. السنترال كان يبان على اللاترال، وروح جزء يكمل على الميديال، لكن ده يبان على الميديال وجزء صغير يظهر لي على اللاترال، يفصل لك بارايتال لوب عن اوكسيبيتال لوب، فيسموه بارايتو اوكسيبيتال سالكس. هكتب عليه بص بارايتو اوكسيبيتال سالكس اللي هو ده. يبقى دي 3 مين سالكاي اللي هستخدمها عشان اقسم البرين الى لوبس. في انذر سالكاي ماينور هقولها ليتر اون. المين فيشرز، ايه بقى المين فيشرز؟ الفيشرز دي غير السالكاي اللي هتبقى ديبريشن انسايد ذا سيربرم. اول ديبريشن اهو ده اللي اسمه ميديان لونجيتودينال سالكس او فيشر، اسف، ده اللي موجود ما بين التو سيربرم هيمسفيرز اللي في البوتوم والكوربس كالوزم. في انذر ديبريشن في موجود في المكان ده. احنا لو جينا كملنا الرسمه ده البرين ستيم احنا شرحناها قبل كده. البرين ستيم اول جزء هو الميد برين، فده الميد برين. الجزء الخلفي الميد برين اسمه التكتم، وده الكوربس كالوزم. اخر جزء من الكوربس كالوزم يسموه سبلينيوم. في هنا ديبريشن، الديبريشن اللي ما بين السبلينيوم والتكتم يسموه ترانسفيرس سيريبرال فيشر. ليه ترانسفيرس؟ لان ده نص هيمسفير، لما اجيب النص الثاني مع بعض هيبقى الفيشر ده ماشي بالعرض، لكن ده كروس سيكشن، يبقى ده اسمه لونجيتودينال فيشر. يبقى عندي تو فيشرز، ترانسفيرس ما بين تكتم وبين سبلينيوم اوف كوربس كالوزم، واللونجيتودينال ما بين التو سيريبرال هيمسفيرز اللي في البوتوم بتاعه يبقى فيه كوربس كالوزم. يعني مكان اللونجيتودينال يبقى كان هنا كده.
يخلص عند الكوربس. تحت الكوربس في ترانسفيرس، في انذر فيشر عندنا هو ايه؟ في ستراكشر هنا باسمه فورنكس، ده ليه علاقه بالالفكشن بالسمل. والستراكشر ده عليه حرف التي اسمه الثالامس. بين الفورنكس والثالامس اللي فيه اكسات دي في فيشر تاني اسمه كورايد فيشر. سموه لي في كورايد فيشر لاني ماشي في حاجه اسمها كورايد بلكسس اللي حصلنا على سي سيف. يبقى 3 فيشرز المهمين كورايد فيشر ما بين ثالامس وفورنكس، ترانسفيرس فيشر ما بين سلينيوم وتكتم اوف ميد برين، اند لونج ميديان لونجيتودينال فيشرز. يبقى كده سيريبرم 6 ايتمز، ايتش ايتم 3 سيرفيسز 3 بوردرز 3 بولز 3 لايرز 3 مين سالكاي اللي هم تاني لاترال سنترال اند بارايت اوكسيبيتال اند 3 مين فيشرز. عايزين نوصل بقى البرين من ناحيه الفانكشنال. عشان نفهم الفانكشن لازم نعرف اللوبس، اللوبس اوف ذا سيريبرم. اللوبس اوف السيريبرم هنقسمهم الى مين لوبس وسمول لوبس. في المين لوبس هنركز على 4 لوبس، السمول لوبس هنركز على 2 لوبس. هنبدا بالاسامي الغريبه. السمول لوبس، لوب اسمه انسولا ولوب اسمه ليمبيك لوب. المين لوبس هي الاهم بقى، اللي هم بقى الاسامي المعروفه فرانتال وكذا. نبدا باول لوب اسمه فرانتال لوب اللي عليه حرف الاف. اللوب ده ايه الباوندرز بتاعته؟ من قدام الفرانتال بول بيهايند السنترال سالكس. طب بلو ذس ريمس ويتش از كولد بوستير ريمس بلاترال سالكس. انت رسمت الباوندرز على اي سيرفيس؟ على اللاترال سيرفيس. طب لو جيت على الميديال سيرفيس هو اخره ايه؟ اجيب السنترال سالكس ده واعمل له اكستنشن لتحت، يبقى ده اخره من ورا واخره قدام فرانتال بول. السالكس ده لو نزل لتحت الماجيني كده هعمل الماجيني لاين هينتهي عند قالب البرين مكانها هنا. المكان ده حصل له بيرفوريشن باي ارتريز يسموه انتيريور بيرفوريتد سبستنس. فيبقى اللي قدام اللاين ده من السنترال لحد الانتيريور بيرفوريتد سبستنس كله تابع للفرانتال لوب. طب اللوب الثاني اسمه بارايتال لوب. فين البارايتال؟ ايه الباوندريز؟ من قدام اللي هو ده عليه حرف البي، من قدام السنترال سالكس. طيب من تحت السالكس اللي اسمه بوستير ريمس لاترال سالكس. طب من ورا مش هعرف. فيقول لك ايه؟ تعالى الانفراترال بوردر. بيبقى قدام في الانفراترال بوردر قدام الاوكسيبتال بول ب 1 انش نوتش اسمها بري اوكسيبتال. بري يعني امام، بري اوكسيبتال نوتش. هعمل ايماجين لاين من النوتش دي لحد ما اوصل للبرايت اوكسيبتال سالكس. اللي قدام الايماجين لاين ده يبقى برايت لوب، واللي وراه يبقى اي لوب؟ اوكسيبتال. طب دكتور برضو انا، طب برايتال ده لحد فين؟ طب انا ممكن انزل لتحت. يقول لك ايه؟ تعالى اعمل من البوستير اند وبوستير ريمس في لاترال سيركس انذر ايماجيني لاين لحد ما اعمل ميتنج مع ذيس ايماجيني لاين. ذيس ايماجيني لاين نمبر 1 اند دي 2. اللي فوقهم يبقى برايتال لوب، واللي ورا الايماجيني لاين 1 يبقى اوكسيبتال لوب. يبقى ديفينيت ده الاوكسيبتال لوب. يبقى ديفينيت ذيس لوب از تمبرال لوب. يبقى من الرسمه دي كده الباوندرز فرونتال لوب هو ده، اخره من تحت هنا، ده اخره ورا وده اخره قدام، واخره من فوق البولدر اسمه سوبرو ميديان. برايتال لوب قدام سنترا سالكس، من تحت البوستير ريمس وبلاتر سالكس والايماجين لاين 2، من ورا البرايت اوكسيبتال سالكس والايماجين لاين 1، اباف السوبرو ميديان بوردر. نيجي على الاوكسيبتال بول لوب ما بين الاوكسيبتال بول وما بين الايماجين لاين 1. طب التمبرال لوب اهو ده الاباف وده كله بيلو وان فرانت التمبرال بول. يبقى دي المين لوبس الباوندرز بتاعتها. طب لو جينا على في انذر لوبس اللي هي ايه انذر لوب؟ في عندي لوب اسمه انسولا او انسولا لوب. ايه حكايه الانسولا او الانسولا لوب؟ لو جينا وصفنا الانسولا او انسولا لوب احنا اتفقنا ان ده اسمه بوستيرو ريمس اوف لاترال سيركس. لو جينا جبنا مشرط ورحنا عملنا ايه؟ عملنا حركة دي، قطعنا الجزء ده، رحنا عملنا شلنا البرينت تيشو في المنطقه دي بالجايراي، هلاقي هنا ايه؟ هلاقي ان في سالكس شكله تقريبا سيركلر اور اوفل. ات ذا ديبث اوف سالكس في انذر اريا. الاريا دي مدفونه جوه، انا ما اشوفهاش غير لما اقطع الجزء ده. الاريا دي ليها ايبكس وده البيز بتاعها، يسموها انسولا. انسولا جاي من انسوليشن، عزل.
دي منطقه معزوله عن بقيه البرين، عشان تشوفها لازم تجيب في المشرحه قلنا ايه؟ تجيب السكالبا المشرط وتقشر كل المنطقه دي، فدي اسمها انسولا، اوقات يسموها انسولار لوب او ايلاند اوف ريل. ايلاند يعني جزيره، وريل اللي وصفها. ايلاند اوف ريل دي جزء من السيريبرم مفصول عن ده. ليه قلت عليه السيريبرم؟ لان لقيت في سالكاي وجيراي لايك برضو السيريبرم العادي، فده يعتبر اديشنال لوب انسليتد اريا. تعرفها ايه؟ It is buried part of the cortex. Buried يعني مدفون. موجود فين؟ عشان اجيبه لازم الاقي at the depth of posterior ramus. يبقى لازم نعمل ايه؟ نجيب posterior ramus في lateral sulcus ونقص الكفر اللي المنطقه دي اللي فوق وتحت البوستيريور ريمس عشان يظهر لك الانسر لوب. فلو انا كملت هشيل كده الانسر ارجعها تاني زي ما كانت والرسمه زي ما كانت. وجينا قلنا ان ده البوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس. الانسر موجوده ديب. انا مش شايفها. التشو ده بقى كل ده. التشو اللي بيعمل لها كفرنج او بيغطيها من السريبرم يسموه كفرنجز او اوبيركلم. اوبيركلم يعني كفرنج. الاوبيركلم اللي هم ايه؟ دي كده اسمها فرانتال اوبيركلم، وده فرانتو بارايتال اوبيركلم الجزء ده، وده اسمه تمبرال اوبيركلم. متسمين حسب اسامي اللوبس بتاعتنا. يعني انا بعمل ايه عشان ابين الانسولا كامله؟ اجيب المشرط واروح اقشر التمبرال اوبيركلم، ثم اجي على الفرانتو بارايتال، ثم اجي على الفرانتال، اشيل كل ده يبان لك الانسولا كامله. هنعمل الحركه دي ونبينها تاني، فيبان لي الانسر شكلها كده وعليها سالكاي وجيراي، وده الايبكس بتاعها. الايبكس بتاعها بيبقى مقابل لي او عندي حاجه اللي اسمها anterior perfil substance. المنطقه دي الانسر دي بيبقى ماشي عليها ايه من بره؟ بيبقى ماشي عليها حاجه اسمها middle cerebral artery بيعمل لها سبلاي. من شويه احنا قلنا الميدل cerebral artery ده بيسبلاي البول اللي اسمه temporal pool، وماشي عليها ميدل سيريبرال فينز. ولما قلت فينز ليه؟ لان في منهم سوبرفيشال في منهم ديب. يعني الارتري اسمه ميدل سيريبرال ارتري بس، لكن الفينز نوعين الاثنين اسمهم ميدل سيريبرال فينز، في منهم الديب وفي منهم السوبرفيشال. دول كلهم اوفر ذا انسولا. يبقى انا لما هشرح هشيل الاوبيركلم او الكفر هلاقي الجزء اللي عندي مدفون. مدفون يعني بارد للانسولا. هلاقي عليه ميدل سيريبرال فيسلز تشمل الارتري الاحمر ان تو ميدل سيريبرال فين سوبرفيشال انديب. تخيل بقى ان انا عملت ايه؟ رحت شلت الانسولا عشان اشوف الديب ريليشن. هلاقي تحتها نواه، النواه دي شكلها عامل كده شبه العدسه اسمها الانتيفورم نيوكليس، تعتبر ديب ليها. دي واحده من البيزال نيوكلياي. دي عشان تبان لازم نشيل كمان الانسولا، وعشان نشوفها اوضح نشوفها في هوريزونتال سيكشن. يعني ايه؟ هتخيل ان انا عملت هوريزونتال سيكشن في السيريبرم. نكمل تاني نرجع للبوستيريور ريمس في اللاترال سيركس، وعملنا هوريزونتال سيكشن. جيت على برين رحت عملت كده فيه هوريزونتال سيكشن، هيبقى شكله عامل كده. دي السالكاي وجراي، وفي الرسمه كده ده انتيرو وكده بوستيريور. الجزء اللي انا دخلت فيه جوه ده هو البوتوم اوف ذيس سيركس اللي هي البوستيريور ريمس اوف اللاترال سيركس. الانسر بتاعتنا هي المنطقه دي، عباره عن جري ماتر، بقيتها ده جري ماتر اندفنت وبعدت عن السيرفس. لو انا بقى جيت توقعت رسمت لك كده هنا نقطه حمراء ونقطتين زرق، ايه النقطه الحمراء وايه النقطه الزرقاء؟ النقطه الحمراء هي الميدل سيريبرال ارتري، ونقطتين الزرق اللي هم الميدل سيريبرال فينز السوبرفيشال وديب. كده هعتبرهم كريليشن للانسولا. دي الانسولا سوبرفيشال وديب، هيعتبروا سوبرفيشال. ايه اللي ديب ليها؟ النواه اللي اسمها الانتيفور نيوكليس. هذه الانتيفور نيوكليس شكل عدسه، تعتبر ديب بالنسبه لي. بين الانتيفور نيوكليس والانسولا واحده من البيزا نيوكلياي وليها النون فانكشن، مش عارفين بالظبط وظيفتها ايه، اسمها كلوسترام. يبقى انا ديب ليا ايه؟ الكلوسترام يفصلني عن الانتيفور نيوكليس، لكن سوبرفيشال ليا ايه؟ الميدل سيريبرال فيسلز، وان ارتري اند تو فين سوبرفيشال اند ديب. طب وظيفه الانسولا ايه؟ اللي هي اللوب اللي مستخبي اللي انا مش شايفه. This loop ليه علاقه بالتيست. يعني ايه؟ انا التيست امبلسز بتروح لنواه في البريستم اسمها نيوكليس سوليتاريس، بتبعت الامبلس للانسولا، فهي يعتبر دي الهاير تيست سنتر. غير كده ان ليها ممكن فيسرال اكتيفيتي زي ليها علاقه بالسلايفيشن، بافراز السلايفا اللي مرتبط برضو بالتذوق الاشياء، فدي ليها ايه؟ الانسولا. والناس بيقول ليها كمان اذر اوتونوميك اكتيفيتيز،
بس اللي هو المؤكد انها يعتبر the higher taste area. taste معناها gestation فيسموها higher gestatory area اللي هي الانسولين. ادي لوب. اللوب الثاني هنشوفه هنشرحه بعد شويه يسموه limbic loop، وده يبان لي على الميديال سيرفيس. اللي على اللاترال سيرفيس يبان الانسولين، وما يبانش غير لما نشرح قلنا الكفر اللي عليه اسمه اوبركلم. تعالى بقى نتكلم على الحاجه الاهم حاجه عندنا اللي هي ايه؟ الفانكشنال ارياز والسلكاوي والجراي اللي موجوده ان ايتش لوب. هنكمل بقى دلوقتي السلكاي والجيراي اللي في ايتش لوب من الفور مين لوبس. هنبدا عندي بالفرنتال لوب. في عندي سلكس اسمه بري سنترال سلكس. بري يعني امام السنترال سلكس، وده يبقى سيجمنت او تو سيجمنت يعني واحده او اثنين. بيبقى قدامه اباوت 1 فينجر بريث، عرض صباع يعني 1 قيراط، قيراط بالعربي. يبقى ده اسمه بري سنترال سلكس. بعدين قدامي بري سنترال سلكس اثنين سلكاي انذر سلكاي اسمهم superior and inferior frontal sulci. يبقى انت عندك precentral sulcus superior and inferior frontal sulci. تعال على اللوب اللي اسمه parietal، هلاقي sulcus برضه 1 finger breadth عرض صباع وراه. بدل ما يبقى اسمه precentral يبقى اسمه postcentral وراه. وفي another sulcus بس واحد بس مش اثنين اسمه intraparietal. وبنلاحظ حاجه ان البوستيريور ريمس البريتال sulcus بتخش الجزء الاند دي حته منها تبع البريتال لوب. السلكس ده سميناه ايه؟ قلنا بارايتو اوكسيبيتال. نيجي على الاوكسيبيتال لوب، هلاقي في سلكس اسمه لاترال اوكسيبيتال. وسلكس اسمه ليونيت، ليونيت يعني هلالي، ده فيرتيكال، لكن لاترال اوكسيبيتال ده هورزونتال. نيجي على التمبرال لوب، هلاقي سلكس اسمه سوبيرو تمبرال. وموازي ليه من تحت انفيرو تمبرال. يبقى كده السلكاي ايه؟ في الفرنتال لوب، ده بيتكلم على اي سيرفيس؟ اللاترال، بري سنترال وسوبيرو انفيرو فرنتال، ده في الفرنتال لوب. في البارايتال لوب انترا بارايتال وبوست سنترال. في التمبرال لوب سوبيرو تمبرال انفيرو تمبرال. وبنلاحظ حاجه بالمره ان سوبيرو تمبرال سلكس بيكستند اولسو ان ذا بارايتال لوب. السلكاي في الاوكسيبيتال لوب لاترال اوكسيبيتال اند ده هورزونتال واليونيت ده فيرتيكال شكله زي هلال. دي السلكاي على اللاترال سيرفس. طب الجايراي المنطقه دي يسموها بري سنترال جايرس. لو قلت لك عرفها فين تقول لي ما بين البري سنترال سلكس والسنترال سلكس. طب ده اسمه ايه؟ سوير فرنتال جايرس، ميدل فرنتال جايرس، انفير فرنتال جايرس. ليهم علاقه بالاثنين فرنتال سلكاي. طب بالنسبه للتمبرال لوب ده سوير تمبرال جايرس، ميدل تمبرال جايرس، انفير تمبرال جايرس. طب بالنسبه للاوكسيبيتال لوب سوير اوكسيبيتال جايرس، انفير اوكسيبيتال جايرس. في هنا جايرس جزء تابع الاوكسيبيتال لوب وجزء تابع اللوب اللي اسمه برايتل. والجايرس ده بيبقى اراوند السلكس اللي اسمه ايه؟ بص عليا كده اسمه برايت اوكسيبيتال سلكس. يسموه ايه الجايرس ده؟ ده جايرس مشترك ما بين اوكسيبيتال وبرايتل لوب واخد شكل القوس. قوس يعني ارك، فيسموه اركس برايتو اوكسيبيتالس جايرس. يعني انا ممكن اقول جزء منه تابع البرايتل لوب والجزء اللي نقطه تحت ده يبقى تابع الاوكسيبيتال لوب. طب اللوبس اللي موجوده في البرايتال لوب الانترا برايتال سلكس اقرب لفوق، فقسموا البرايتال لوب الى تو جايراي. بس احنا مش هنسميهم جايرس، هم اكبر من جايرس، نسميهم لوبيول فصيص. ده يسموه سوبيرو برايتال لوبيول، وكل ده انفيرو برايتال لوبيول. وهنلاحظ حاجه الانفيرو برايتال لوبيول بيبقى بيحصل فيه اكستنشن من اثنين سلكاي. اللي فوق ده اسمه بوستير ريمز لاترال سلكس، واللي تحت اللي هو السوبر تمبر سلكس يعملوا اب تيرنينج يطلعوا لفوق يخش تبع الانفيرو بارايتال لوبيول، وده قلنا سوبر بارايتال لوبيول. دي السلكاي والجايراي اللي باينه على السيرفيس اللاترال. تعالى نتكلم على الفانكشنال ارياز بقى. بما ان خدنا سلكاي وجايراي، الاريا دي بيبقى فيها مجموعه من الفانكشنال ارياز. الفانكشنال ارياز حكايتها ايه؟ كل اريا مطالب بمعانا حاجات مهمه جدا. هي ايه؟ اعرف الاول اسم كل اريا، كل فانكشنال اريا النيم. وعايز اعرف كمان غير النيم عايز اعرف السايت مكانها فين، وعايز اعرف النمبر. ايه حكايه النمبر؟ في ساينتست اسمه برودمان قال لك كل فانكشن اريا بعد ما عرفنا وظيفتها عشان تسهيل حفظها اداها نمبر. يعني مثلا الموتور اريا اريا 4، فخلاص لما نقول اريا 4 يبقى عرفنا الموتور اريا. بعدين اهم حاجه الفانكشن، ربنا خلق الاريا دي ليه؟ الفانكشن. واذا امكن تعرف، اذا امكن تعرف الليجن effect of injury of each area.
لان هو ده الديزيز اللي احنا هناخده، احنا هناخد ده كله عشان نعرف الديزيز. ايه الامر؟ انا هبدا باول حاجه بالفرونتال لوب. الفرونتال لوب الفانكشنال ايريز اللي في الفرونتال لوب هي ايه؟ اول حاجه الاريا دي اسمها بري سنترال جايرس، فيها الموتور اريا او البرايمري موتور اريا. الاريا دي اسمها اريا رقم 4، علم ده رقم 4. الاريا دي تتميز ايه؟ انها لو جينا رسمنا البادي، هي المفروض تدي اوردرز للماسلز بتاعت البادي. البادي ريبريزنتد ابسايد داون، يعني منطقه الهيد تحت، ثم بعدين النك، ابر لمب، بعدين ترانك، بعدين ثاي. دكتور هو مش السنترال سالكس بيكمل على الميديا سيرفيس وكده انتيرو كده مصير؟ بالنسبه للليج والفوت ومنطقه اسمها البرينيوم، البرينيوم اللي هي منطقه ما بين الفخذين، الاوردر بتاع الحركه بتاعها يجي من ناحيه الميديال هنا. يعني ذا بادي از ريسندد ابسايد داون، ودي فيري امبورتنت كروشال. ليه؟ يقول لك ربنا عامل الحكايه دي لو واحد مثلا ماشي في الشارع وقعد حاجه على راسه. لو وقعت حاجه على راسه وعملت دامج للمنطقه دي، مش مهم المسلز اوف ذا ثاي دمرتها. لكن لو قال لك ربنا كان خلق الهيد هي اللي فوق، مسلز اوف ذا هيد فيهم مسلز بتاعت العين، فيهم مسلز بتاعت السبيتش، فيهم مسلز بتاعت السوالوينج، حاجات اهم، التنج، الحاجات دي اهم. فربنا عشان يعمل لها بروتكشن يخليها لوب تحت، بحيث لو عايز تعمل لها دامج يبقى لازم دايركت تروما. لكن لو تروما جت من فوق دي واتكمل اسهل، تضيع الاقل اهميه من ناحيه كده. فيقول لك ايه؟ The body represented upside down according to what's called motor value، القيمه الحركيه. المنطقه اللي تحت اللي هيد نك اهم عندي كقيمه من اللور ليمب او حتى الترانك. ولقينا حاجه ظريفه جدا، ان لو مثلا جينا على المنطقه بتاعت الابر ليمب، ابر ليمب المنطقه المسؤوله عن حركه الثمب اكبر مثلا من الهاند كلها. لان الثمب يمثل زي ما انتوا عارفين في الناتيف سنه اولى في الابر ليمب about 40 to 50% of function of the hand. الثمب اللي عشان امسك اي حاجه اعمل جراسبنج لازم الثمب، رايتنج لازم الثمب، عد نقود لازم ثمب، فالثمب عندي اهم. فيبقى مش كل اريا ممثله حسب حجمها في جسمي. يعني منطقه اللبس والتنج اكبر من الشيك، مع ان الخد اكبر. يبقى يعتمد على ايه؟ ان اللبس ده عندي كفانكشن، كموتور فانكشن او موتور فاليو اهم من الخد. يبقى يتميز المنطقه الموتور اريا بايه؟ وده هما كمان في الفسيولوجي، انها ريبريزنتد ابسايد داون. عرفنا ليه؟ اثنين، ان الموتور فانكشن فيها حسب الموتور فاليو، الموتور اريا. ثلاثة، ان كل ناحية من البرين تتحكم في عضلات الناحية العكسية. يعني الناحية اليمين الفايبرز بتعمل كروس للاوبز سايد للشمال. يعني لما احرك ايدي واعمل كده المنظر ده، يبقى انا الامباس جات لي من الناحية اليمين. طب خلي بالك، انا دلوقتي هعمل عيني الشمال كده. عين الشمال ده معناها ان الاوردر جاي من الموتور اريا اليمين. من اي جزء من الموتور اريا؟ لور بارت وابر بارت؟ اكيد اللور بارت، لان احنا قلنا العين تبع الهيد والنك، والهيد والنك تحت. لكن لما اعمل برجلي الشمال كده الحركه دي، يبقى الاوردر جاي لي من المخ من الناحيه اليمين. طب جاي لي منين؟ جاي من الاريا اللي فوق. يبقى دي الموتور اريا. طب اذا تتميز ان المنطقه دي بتتحكم في الكونترالاترال سايد. نفترض ان واحد حصل له دامج في المنطقه دي، طب دامج ازاي؟ وده يهمك ان شاء الله بعد كده في سنه 5 في النيورو سيرجري. بيبقى في ارتري ماشي في المكان ده. الارتري ده اسمه ميدل مينينجال ارتري، ماما. عرفناه في الهيد والنك. الميدل مينينجال ارتري ليه برانش اسمه فرونتال برانش او انتيرو برانش، هو ده فرونتال برانش. لو واحد حصل له تروما اون ذا سايد اوف ذا هيد وكوارل في معركه او خناقه، هيتقطع البرانش ده، هيطلع منه بلاد، يحصل البلاد يعمل كلوتنج، يضغط لي على الموتور اريا دي اللي بتحكم في عضلات الناحيه العكسيه، فيجيني حاجه اسمها كونترا لاترال هيميبليجيا. كونترا يعني عكسي، وهيمي يعني نص، وبليجيا شلل، شلل نص في الناحيه العكسيه. فيعملوا ايه الدكتور اللي حاجه زي كده؟ البلاد عامل كومبريشن، عامل حاجه اسمها هيماتوما، تجمع دموي عامل كومبريشن على الموتور اريا. فيعملوا ايه؟ عمليه يسموها تريفاين اوبريشن. تريفاين اوبريشن بالعربي اسمها تربنه. بحيث يعملوا ايه؟ يفتحوا فتحه هنا في السكال ويعملوا درينج، يشرفوا البلاد اللي عامل كلوتنج واللي ضغط على الموتور اريا، ايمنج ان الحركه تتحسن او ما يبقى كومبريشن ما يستمرش. يبقى دي الموتور اريا اللي رقم 4، ادي واحد في الفرنتال لوب. الاريا اللي قدامها بالمناسبه هي موتور، نسيت اقول حاجه، انها موتور اريا تتحكم في عضلات الجسم كله ما عدا العين، الاي لا مش تبعها. وفي حاجه مهمه في الهيستولوجي، خلايا الاريا دي شكلها هرمي، فبيسموها بيراميدال سيلز، والساينتست اللي وصفها اسمه بيتس، فيسموها بيراميدال سيلز اوف بيتس الخلايا دي.
بيطلع منها حاجه اسمها بقى بيراميدال تراكت. البيراميدال تراكت اللي بتحكي في الناحيه العكسيه. بيبقى سميناها ليه بيراميدال تراكت؟ مش شكلها هرمي، منشا خلاياها شكله هرمي. والبيراميدال تراكت دي نوعين. اللي هينتهي في البرين ستيم عشان يحرك عضله الهنك يسموها كورتيكو نيوكلير، لان هينتهي هناك بالنيوكليار بتاع كريال نيرفز. واللي هينتهي في السباينال كورد عشان يحرك عضله البادي اسميها كورتيكو سباينال. يبقى البيراميدال تراك جزئين، كورتيكو نيوكلير كورتيكو سباينال. طلع من اي اريا رقم 4 اللي هي موتور اريا. قدام الموتور اريا 4 دي في اريا اسمها بري موتور اريا او اريا 6. دي تعتبر اكسترا بيراميدال. ده بيراميدال مفهوم اكسترا يعني خارج مناطق الخلايا الاهراميه. وظيفتها ايه بقى؟ انا دلوقتي لو عايز اعمل مثلا تيرنينج لايت او اولع الضي، وبضطر اعمل ايه؟ اشغل ديستال ماسلز. الديستال ماسل دي محتاجه سكيلز. اللي يعمل ديستال ماسل سكيلد موفمنت هي البيراميدال تراكت اللي يتحكم في الديستال ماسلز. بس انا عشان اعمل تيرنينج لايت لازم اعمل مثلا للشولدر فليكشن، للالبو فليكشن، للريست مثلا اكستنشن، عشان اشغل جروب اوف ماسلز تو بيرفورم اكشن محتاج كوردينيشن، تنسيق. اللي يعمل لك التنسيق ده كذا مكان في البرين، منهم الاكسترا بيراميدال سنترز اللي اهمهم اريا 6. وقلت سنترز لان هم كتير. فاريا 6 وظيفتها ايه؟ كانها تهذب الحركه، تضبط الحركه. دي اسمها بري موتور اريا ان فرونت ذا موتور اريا، اريا 6. اكيد في اريا على فكره 4 و 3 و 5 كده بس لسه ما قلناهمش. قدام اريا 6 في الميدل فرونتال جيرس في اريا اسمها اريا 8. خلي بالك ارقام سهله، 4 6 اضيف 2 يبقى 8. دي اسمها موتور اي فيلد اريا. يعني ايه موتور اي فيلد اريا؟ وظيفتها ايه؟ لو انا عايز مثلا لوكينج تو اوبجكت، لاي اوبجكت، فعايز اعمل ايه؟ احرك عينيا الاثنين. عينيا الاثنين عايز مثلا او اوبجكت ابص عليه هنا. مثلا دي كاندل، وكاندل دي لايتد شمعه منوره كده ولا حاجه، عايز ابص عليها. فالعين دي يحصل لها اتحرك كده ابدكشن، ودي يحصل لها ادكشن. اللي يعمل كونجكت ديفيشن، كونجكت يعني متلازم، انحراف للعينين لوان اوبجكت هي الاريا دي. يعني دلوقتي انا عايز اعمل ابص للقلم ده، فالعين دي تعمل ابدكشن ودي تعمل ادكشن. اللي يظبط لك حركه الاثنين مع بعض هي الاريا دي. عشان كده يسموها موتور اي فيلد اريا، اللي تحرك الاي ان ذا فيلد اوف فيجن. اعمل كده تحرك، يبقى كونجكت ديفيشن اوف اي تو ذا اوبت سايد، يبقى اريا 4 6 اند اريا 8. المنطقه الاماميه اللي فيها فرونتال بول دي منطقه يسموها اريا 9 10 11 12، يسموها سايلنت اريا او بري فرونتال لوب. الاريا دي بقى مهمه جدا. ليه؟ مسؤوله عن الايديوكيشن، عن الثينكينج، عن البيهيفير، عن الايموشن، وناس بيقول كمان عن الشعر الخجل بالعربي تاني. هي المسؤوله عن ان انت تتعلم وتخزن معلومه، دي مهمه جدا ليك كطالب. ومسؤوله عن انك تفكر، ما انت في فرق بين طالب يذاكر وفي طالب يفكر اللي هي الدرجه الارقى. ومسؤوله عن انفعالاتك اللي هي الايموشن، وعن سلوكك اللي هو البيهيفير. وغير كده مسؤوله ان فيها مركز يقال ان مركز الشاي الخجل، شاينس الخجل. فلو دمرت لك المنطقه دي يحصل حاجه اسمها بري فرونتال لوب سندروم. هتبقى لا تعرف تفكر، وهتتقهقر دراسيا، وهيبقى عندك مشاكل في انفعال، ممكن تبقى اجريسيف كسلوك يبقى عدواني، وعجيلك حاجه اسمها ايموشنال انستابيليتي، عدم تغير في عدم استقرار في المشاعر، او عدم اتزان انفعالي يسموه حتى ايموشنال بيهيفير، يبقى عندك فيه مشكله فيه، وتبقى بجح ما عندكش ايه احساس الخجل. فدي مهمه جدا. ودي ناس بيبقى مس دايجنوز بحاجات كده جدا، اللي هي ايه؟ واحد يبقى كبير في السن وبعدها يحصل له ايه؟ ثرومبوزس او امبوليزم في ارتز من اللي بيصلي البرين اللي هنا انتيرو سيريبرال، فيبقى المنطقه دي ما تبقاش شغاله كويس، فيبدا يبقى عنيف واجريسيف وكل حاجه، يعتقدوا ان دي امراض شيخوخه يسموها جيرياتريك ميديسن. فطبعا دي مش بتبقاش امراض شيخوخه، ممكن حاجه اورجانيك، حاجه عامله اوبستراكشن ارتري ده، لو عملت لها تريتمنت وشلت الثرومبس، اذا قدرت تشيل الثرومبس او تعمل لها لايسز يعني، يبقى الموضوع هيتحسن. فمش كل مريض يجي له مشاكل بيهيفيرال او ايموشنال يتعالج على انه حاجه سايكولوجي، حاجه نفسيه، ممكن حاجه اورجانيك. واحنا قلنا دايما ان الامراض اللي بتصيب البرين او ذا كوز اوف ديزيز اوف ذا برين موستلي سمرايز ان 4T، اربع حاجات بحرف التي. التي الاولى توكسين زي الكحول يدمر البرين. التي الثانيه ثرومبس او حاجه فاسكولار، جلطه سد البسل او جلطه تتفتت. الجلطه اللي سد البسل اسمها ثرومبس، اللي تتفتت اسمها امبولس، وما اشبه الثرومبس اللي هو الهيموريدج، يعني حاجة تبع الفاسكولار. التي اللي بعدها تيومر أو رام. التي الأخيرة تروما. دي المين كوز اوف ديزيز، يعني قال لك واحد جاله مشكلة في المخ، أفكر في 1 أو 4 تي. تيومر، تروما،
ثرومبس هيموريدج امبوليزم دي حاجه فاسكولار اور توكسين زي الالكحول، فدي دمر المنطقه دي. يبقى اريا 4 6 8 بعد كده المنطقه تقول كام؟ 10 12. احنا هناخد بقى من 9 ل 12 اريا واحده. في بقى اريا ثانيه اللي هي هنا تبقى مكمله على الميديان سيرفيس الجزء ده. الاريا دي اسمها بارا سنترال لوبيول، لوبيول تصغير فص، دي امام وان فرانت وبيهايند سنترال سيركس. الاريا دي هي المسؤوله عن ايه؟ اللي هو كماله الموتور اي 4 دي مسؤوله عن الموتور اكتيفيتي اوف ليج فوت البرينيوم، برينيوم عضلات اللي بين الفخذين اللي ليه علاقه بالديفيكيشن والمكتريشن. ربنا خلق في السنتر في الاريا دي السنتر بتاع الفولنتري كنترول، اللي تحكم في الديفيكيشن والمكتريشن. يعني انت عايز تمنع انك تخش تعمل ديفيكيشن او مكتريشن عشان تدي الاوردر تديها من الباراسنتر اللي بيقول. لو حصل لي دامج في الباراسنتر اللي بيقول عضلات الليج والفوت تبقى فيها مشكله، ويبقى عندي ديفيكالتي ان كنترولينج ديفيكيشن اند مكتريشن، يسموها يورين اند ستول انكونتيننس، عدم تحكم. يبقى كده خلصنا الارياز دي. فاضل اريا وحيده في الفرنتال لوب اسمها اريا 44 45 في البوستيرو بارت اوف انفير فرنتال جايروس. الاريا دي الساينتست اللي وصفها اسمه بيير بروكا، فبيسموها بروكس اريا وخلاص. 44 في البوستيرو بارت اوف انفير فرنتال جايروس. الاريا دي وظيفتها ايه؟ اولا مش موجوده ان تو هيمسفير، مش موجوده في اليمين والشمال، موجوده في الدوميننت هيمسفير. دوميننت يعني السائد. يعني ايه السائد؟ يعني انا رايت هاند بيبل بكتب بايدي اليمين، السائد عندي الدوميننت هو الشمال، واللي بيكتب بايده الشمال الاعسر او الايسر، السائد عنده هو اليمين. الكلام ده حصل له تعديل دلوقتي. ليه؟ لقينا ان 85% تقريبا من الرايت هاند بيبل السائد بتاعهم هو الليفت، بس في ناس من الرايت هاند بيبل الدوميننت بتاعهم والسائد والقوي والمسيطر على الحركه بتاعتهم هو الرايت برضه، قله. وفي ناس الدوميننس بقى بالانسد، اليمين والشمال في نفس القوه، بس احنا هنمشي على اليوجوال ان الرايت هاند بيبل هم الدوميننت، السائد هو الشمال. الآية دي هي موجوده في الاريا السائد، يعني انا بكتب ايدي اليمين موجوده عند الشمال، بكتب الشمال يمين. وظيفتها ايه الاريا دي بروجرس؟ دي يسموها فيرست سبيتش اريا. يعني ايه فيرست سبيتش اريا؟ دي اللي بتعمل كوردينيشن للمصل بتاعت السبيتش. بمعنى انا عشان اتكلم محتاج الاتي، محتاج عضلات اللبس اللي يغذيها فيشن، محتاج عضلات التنج اللي يغذيها هيبوجلوسل، محتاج عضلات اللارنكس البوكال كورد اللي يغذيها فيجس، محتاج الثلاث مناطق دي عشان اقول مثلا ازيكم بسم الله الرحمن الرحيم، عشان اتكلم محتاج اعمل عضلات دي اللي يعمل كوردينيشن، ينسق بين العضلات دي عشان يطلع كلام ليه معنى، وكلام ليه معنى وسرعه معينه، هو البروكس اريا. فوظيفته كوردينيتور، منسق. المنسق ده يبقى كوردينيت ماسل اوف ذا سبيتش عشان تعمل جمله وورد او سنتنس كامله. ده عمال دمرنا منطقه 44 45 هي بروكس اريا. يجينا حاجه اسمها موتور افيزيا، موتور حركي. افيزيا اللي هي ايه؟ ان ابيليتي تو سبيك in absence of paralysis of muscle speak، يعني المريض ما عرفش يتكلم مع ان عضلات الكلام مش مشلوله، النيرفات شغاله، بس المشكله في مين؟ الكوردينيشن مش موجود، فيبقى بيتكلم كانه ما بيتكلمش، فيبقى عنده كلام very slow and very difficult. دي اللي اسمها بروكس افيزيا او موتور افيزيا، لان يعني ده طبعا تبع الفرنتال لوب اللي هو اصلا كل فانكشن فيه موتور او موستلي موتور. كده ده خلصنا الفرنتال لوب، يبقى خدنا السركايو جاراي بتاعته وخلصنا الفرنتال لوب على اي سيرفيس بس لاترال سيرفيس. نيجي على البرايتال لوب. لو جينا على البرايتال لوب هنلاقي ايه؟ الفانكشنال ارياز اللي عندنا ده قلنا السنترال. اول اريا اريا دي اسمها بوست سنترال جايروس مش بري. الاريا دي رقمها اريا 3 1 2، وما تكتبهاش 1 2 3 لان في دكاتره بيغلطوا كده. ليه 3 1 2؟ هم اكتشفوا الاول وظيفه الاريا اللي في النص فقال لك دي رقم واحد، دي سنسوري، بعد تقسيم الاريا اللي وراها برضه سنسوري، اكتشفوا ان الاريا اللي قدام واحد برضه ليها علاقه بالسنسيشن، فقال لك طب خلاص ما احنا رقمنا بقى 1 2، طب نرقمها 3. يقوم لما يجي يروح يروح كام؟ 3 1 2. يبقى 3 1 2 according to time of discovery، ما تعدلهاش انت بقى 1 2 3، 1 2 3 ده دواء بتاع انفلونزا. يبقى 3 1 2 according to time of discovery. الاري دي وظيفتها ايه؟ 3 1 2 وظيفتها تستقبل سنسيشن من opposite side of the body، يعني نفس الكلام اللي في الموتور ونفس التفاصيل. يعني البادي ريبريزنتد اب سايد داون، بمعنى
منطقة سبب الإحساس الناحية العكسية من الهيد ونيك تحت، الثاي فوق، ونفس الكلام للليج والفوت. هتلاحظ حاجة إن الموتور اريا والسنسوري اريا، اريا 4 واريا 1 2 موجودين على اللاترال سيرفيس، وهيحصل لهم اكستنشن على الميديال سيرفيس. الجزء الاكستنشن بتاعهم على الميديال سيرفيس سموه بارا سنترال لوبيول. الجزء الامامي ده موتور والجزء اللي ورا ده سنسوري، وبرضه ده بيستقبل سنسيشن من الليج والفوت نفس الكلام، ومن البلادر ومن الريكتم عشان ديفيكيشن وبكتريشن، عشان اعمل لهم فولنتري كنترول. ده يستقبل، لكن ده اللي يعمل كنترول فولنتري موتور اكتيفيتي، يمسكك يعمل لك كونتيننس. ودي بقى قلنا دي السنسور اريا. بس في ميزه في الاريا دي، الاريا دي تستقبل احساس بس ما تفهموش. عشان تفهمه تبعت منه كوبي لاريا اسمها سوماتو سنسور اريا، او اريا 5 اند 7، او اسمها سنسور اسوشيشن اريا اللي هي في السوبيريو برايتال لوبيول. بمعنى الوقت لو قلت لك غمض عينك وامسك الخطاط ده في ايدك وقلت لك ايه، تقول لي ايه؟ لو انت ما عندكش غير ايه 3 1 2 هتقول لي والله انا ماسك حاجه في ايدي، لا تعرف نوعها ولا مصنوعه من ايه ولا تركيبها ايه. عشان تعرف الدايمنشن بتاع حاجه، دايمنشن يعني حاجه ستيريو، محتاج اريا تديك معنى الاحساس. اللي يدي معنى الاحساس اللي اسمها اريا 3 1 2 5 7 دي وظيفتها ايه؟ تدي مينينج فور سنسيشن. يبقى دي اسمها ايه؟ سوماتيك سنسوري اريا. دمرتها لك هشوف امسك الحاجه مش هعرف ايه هي ايه. فيسموها ايه الحكايه دي؟ استيريو جنوزيس. ا يعني نو، استيريو يعني 3 دايمنشن، جنوز يعني معرفه، يعني ان ابيليتي تو نو سمثينج بوت ان يور هاند وذ اي كلوزد، بوت سمثينج من ناحيه ايه؟ من ناحيه الفورم، من ناحيه الشيب. يعني يقول لك انا ماسك حاجه بس انا مش عارف هي ايه. احساسي بحاجه اريا 3 1 2، فهم الادراك الحاجه دي اريا 5 7. فاضل لي فيها هنا عندي ارياز موجوده في الانفيريو بارايت اللي هي الاريا دي على نهايه البوستيريور ريمس بلاترال سيركس في اريا اسمها اريا 40 او اسمها سوبرا مارجنال، وعلى نهايه السوبيريور تمبرال سيركس في اريا اسمها انجلر جايرس او اريا 39. انجلر يعني زاويه. طب السوبرا مارجنال جايرس دي وظيفتها ايه؟ دي بيبقى جواها اريا اسمها فيرنكس اريا. فيرنكس تتكتب كده، ده الماني، الماني دبليو تتنطق في زي فولكس فاجن. فيرنكس اريا دي تعتبر سكند سبيتش اريا. يعني ايه سكند سبيتش اريا؟ يعني انت ابني لما تتكلم مثلا تقول لك ايه صباح الخير، عشان تقول لي صباح الخير محتاج تحرك عضلات التنج واللبس واللاركس اللي عملها كوردينيشن اريا 44 45. انت قررت تقول صباح الخير، ترد لي صباح الخير تقولها لي باللغه الاجنبيه، جود نخت الماني مثلا، بونجور، جود مورنينج. الاريا 44 دي الفيرنكس هي الدكشنري بتاعك، بيعمل ستور للاذر لانجوج غير اللغه المذر لانجوج بتاعتك. يعني المذر لانجوج بتاعتك عربي، عايز ترد عليه بقى انجلش، ترد عليه فرنش، جيرمان، وات ايفر. في باندل اسمها اركت فاسكل تربط الاثنين ببعض، فده يعتبر ايه؟ الدكشنري بتاعك يخزن اللغات الاخرى، سواء يخزنها في صورة، يعني سواء في صوره ريتن او صوره سبوكن منطوقه. يعني لما اقول لك صباح الخير هتقول لي صباح الخير كده لو قلت له عربي، عايز تقول لي صباح الخير بس جود مورنينج انجلش، فتبعت اوردر لده، طلع لي المرادف لكلمه صباح الخير باللغه اللي انت مخزنها هنا. فلما دمر لك الفيرنكس اريا السكند سبيتش اريا، هيبقى الكلام من عيبه ايه؟ اولا هفقد بطء الكلام، فهيبقى الكلام رابد اند مينينجلس. مينينجلس يعني ملوش معنى. يعني مثلا يقول لك انا مش عارف ايه، تحس اني بتكلم بسرعه جدا ومش فاهم ايه اللي بقوله. فيرنكس فمن ضمنك وظائفها انها بتعمل سلوينج للكلام وتخليه يبقى ليه مينينج. ولو دمرت لك المنطقه دي هتفقد اللغه الاخرى غير المذر لانجوج. يعني مثلا انت كشخص ليبي سافرت بره امريكا وتزوجت امريكانيه وانجبت عيال امريكان، انت بيتطور اللغه الاساسيه بتاعتهم انجلش، وعلمتهم انت كم كلمه عربي، دمرت حد من ولادك دمرت له المنطقه دي، مش هيفقد اللغه الانجليزي لان يعتبر دي المذر لانجوج، هيفقد اللغه المكتسبه الثانيه اللي هي بقت بالنسبه له الثانيه اللي هي اللغه العربيه. يبقى مش تبع الناشوناليتي الجنسيه، تبع انت مين اتعلمت الاول، ده المذر ده حسيبه. تفقد الاذر لانجوج، طب يبقى انت فقدت الدكشنري بتاعك الاريا دي الفيرنكس اريا. طب الاريا اللي بعدها اسمها اريا 39، وظيفتها ايه؟ الانجلر جايرس ده 39 اللي في نهايه السوبيريور تمبرال سالكس. انت لما بتيجي تشوف حاجه ده اسمه باراتوكسيتا سالكس، الايمج او الصوره بتروح لاريا اسمها 17 دي عند الميديا سيرفيس، و17 دي محاطه باريا اسمها 18 و19. 17 دي فيجوال اريا تشوف الصوره، تبعتها ل 18 و19 تدي معنى للصوره. يعني لو قلت لك شوف ده،
شفته ب 17 فهمت معناه ب 18 و19 انه ده خطاط. طب بعد شويه لما ابعد ده منك اوريك واحد تاني مش هتعرف ده ايه. ليه؟ ما خدتش كوبي من الصوره دي خزنتها في البرين. فانت من 19 تبعت كوبي ل 39 وظيفتها ايه؟ هارد ديسك. ده الهارد ديسك بتاعك اللي خزن لك الايمجز والنمبرز والليترز والليترز كل حاجه هنا. فده هارد ديسك بتاعك. انت الهارد بتاعك بقى يعني مثلا لو قلت لك مثلا ده رقم كام؟ تقول لي والله دي 4 زائد 6 يساوي 10. ممكن تقول لي 4 بلس 6 ايكوالز 10. هتعرفها بكذا لغه لو كانت طالعه كده برضو هتقولها لي برضو نفس الكلام. يبقى بتخزن النمبرز والليترز الاشكال هنا حتى الجرافيكس. يعني ايه جرافيكس؟ لما ارسم لك كده من غير ما اكمل هتتوقع ان انا هرسم ورده. ليه؟ استدعيت اقرب صوره من هنا من 39 فده هارد ديسك. دمرت لك المنطقه دي الانجلر جايرس تشوف الشيء وما تعرفش معناه ايه. يعني تتخيل نفسك طفل صغير وبتسال والدك تقول له يا ابني بابا ايه ده؟ يقول لك ده خطاط قلم. هتخزنها. لو شفت واحد تاني بشكل مختلف او لون مختلف او حاجه هتقول هتحاول تجيب مثيل ليه من المخ عندك مخزنه. فتقول ده خطاط. مش معقوله لازم كل والدك يعمل ايه؟ يجيب لك كل خطاط العالم او اقلام العالم كلها يوريها لك عشان تعرف ده خطاط. فده بيخزن لك صور عشان تقدر تستدعيها ريكول وتقدر تقول الشيء اللي انت بتشوفه ايه. دمرت لك المنطقه دي هشوف ده هشوف 17 هقول لك ايه ده؟ تقول لي ده خطاط ماشي فهمت ال 19 بعته عنك. جيت اوريك بعد دقيقتين بعد دقيقه حاجه ده ايه ده؟ ما انا ما عنديش هارد ديسك. انت اتفرمطت كل ما تشوف حاجه تنساها. فدي مصيبه. يسموها ايه؟ هيبقى عندك في مشكله في التعامل مع الجرافيكس. اقول لك ايه دي يا ابني؟ تقول لي بطيخ. ما انتش عارف ايه دي؟ فيسموها اجرافيا. ايه يعني لا اجرافيا؟ يعني في مشكله في التعامل مع الجرافيكس. ونفس المشكله في التعامل مع الارقام. اقول لك يا ابني ده ايه ده اللي انت شايفه؟ تقول لي والله ما انش عارف، انا شايف حاجه بس مش فاهم. لو جينا لما اجي اقول لك 4 زائد 6 هتقول لي 10، هتفهم. انت ما عندكش مشكله في الفهم. انت عندك مشكله مش عارف الشكل الجرافيك ده يروح في دماغك. فيبقى عندك مشكله في التعامل مع الارقام. فيسموها دي اكالكيلا من كالكوليشن. غير كده ال 39 وظيفتها بتستور البادي ايمج. يعني ايه؟ بتخزن صوره جسمك انت هنا. بمعنى لما اجي ابص في المرايه دي ودني اليمين تبان في المرايه شمال والشمال تبان اليمين. لو انا دمرت لك الاري انجل جرس في الناحيه اليمين هتيجي تعمل ايه؟ اما تيجي تبص في المرايه هتحس ان في جنب غير الجنب التاني. يعني ممكن تلاقي ان الودن دي حاسس انها اكبر. ما انت مش عارف الاريا اللي بتستقبل نص جسمك مش شغال. فيبقى عندك ديستربد بادي ايمج. او تيجي تحط ايدك قدام المرايه ايديك الاثنين تحس ان في ايد فيها اكسترا فينجر في اصبع زياده. او تقول ليه صوابع دي طويله عن الثانيه؟ فيبقى عندك الايمج مش مظبوطه ديستربد بادي ايمج في اريا 39. دي اللي هي فانكشن اريز في البرايتن لوب. الاوكسيمتال لوب الاريز بتاعته انها كلها فيجوال. فيجن وبتدي معنى للصوره 18 19 ودي تبان في الميديا سيرفيس بتبقى في المنطقه دي. اما التمبرال لوب ففي منتصف التمبرال لوب بيبقى في اريا اسمها اريا 41 42 دي اسمها برايمري اوديتوري اريا. دي بتستقبل الصوت من البوث ايرز. يعني لما اجي انا اكلمك دي السكال الصوت هيروح للاذن الرايت واللفت هيخش كده ويخش كده. كل وذن هتبعت لناحيه من البرين. بمعنى يعني الكلام اللي داخل من ودني اليمين هيروح للناحيه اليمين من المخ والناحيه الشمال هو موصل للناحيه الشمال. والكلام اللي واخد ودن الشمال هيروح للناحيه اليمين والناحيه الشمال. يعني اذا ذا هيرنج از بايلاترال ريبريزنتد. يعني الكلام اللي داخل ودن اليمين هينتهي كورتكس شمال مينلي وشويه كورتكس يمين. ونفس الكلام الكلام داخل ودن الشمال هينتهي كورتكس يمين وشويه كورتكس شمال. يقول لك ذا هيرنج از بايلاترال ريبريزنتد. طب ليه؟ لان السمع عندي كحس اهم من اي حاسه ثانيه، اهم من الفيجن. بدليل ان ربنا في القران في كل اياته اي ان السمع والابصار، ما فيش ايه الابصار والسمع. الواو والمعيه يبقى السمع عندي مقدم على الابصار. ليه؟ اللي هيتولد دف ما بيسمعش اطرش مش هيتكلم، هيقول بابا ازاي اذا كان ما سمعهاش. لكن في عباقره يتولدوا عمي يبقى اعمى زي مثلا عندنا اديب كده اسمه طه حسين. وقراء شيوخ مش كبار جدا ولدوا اكفاء عمي ما بيشوفوش ومع كده يبقى عبقري. ليه؟ لانه ما فقدش حاسه التواصل مع الاخرين. انا اتواصل معاه يا اما بالكلام يا اما بالسمع. فيبقى لكن لو مثلا واحد
اتولد كان بيسمع زي بيتهوفن، وجاء ألف المعزوفات الموسيقيات بتاعته المحترمة وهو كبير. انطرش على كبر، لما ينطرش على كبر هو اوريدي خزن الالحان في دماغه في مخيلته، فبيستدعيها يعملها ريكول، فتلاقيه بيعرف يتكلم. فالناس اللي بيجي له ضعف سمع على كبر بيتكلم انه خلاص خزن الكلمات. لكن المشكله في اللي اتولد دف، اللي اتولد اطرش مش هيتكلم لانه ما خزنش الكلمه دي قبل كده. فيبقى لما اقول لك لو دمرت اريا 41 42 بسبب الهيرنج، هل يحصل لي كومبليت دفنس؟ تقول لا، بارشل دفنس، لان الهيرنج امبلسز اللي بتيجي من كل اير تروح تنتهي امبايلاتري ريبريزنت، تنتهي في ناحيتين من المخ. المنطقه اللي خلفها او حوالين اريا 41 42 المنطقه دي يسموها اريا 22، اسمها اوديتري اسوشيشن. يعني ايه؟ يعني انت تسمع باريا رقم 41 لكن ما تعرفش نوع الصوت ده ايه، ولا حدته ولا البيتش ولا الفريكوانسي ولا الانتنسيتي، عشان تميز الصوت وتبعته للاريا دي. دايما عندي قاعده، اي سنسيشن سواء جنرال او سبيشال في اريا تستقبله مثلا واريا تترجمه. هنا في الفيجن اريا تستقبل اريا تترجم، في الهيرنج اريا تستقبل اريا تديك معنى الصوت. والله الصوت ده صوت غراب، صوت عصفوره، صوت عالي، صوت واطي، دي اسمها اوديتري اسوشيشن. فوظيفتها تدي مينينج للساوند، تانتربريت، تترجمه، تفهمه. بقيه التمبرال لوب، موست اوف تمبرال لوب از كونسيرند وذ ميموري، اغلبه ميموري. عشان كده الناس اللي عندهم حاجه اسمها امنيجيا اللي هي فقدان ذاكره بيبقى اغلب مشاكلهم تبقى في التمبرال لوب. تمام؟ في الميديا سيرفيس التمبرال لوب ليه فانكشن تبقى باينه، ليه علاقه بالسمال. يعني كان التمبرال لوب ده بتاع الحواس، يعني ليه علاقه بالهيرنج، ليه علاقه بالسمال، وهو كمان كونسيرت مع الميمورايزيشن مع الميموري. نيجي بقى على كده الفرونتال برايتال وادي التمبرال والاوكسيبتال اون يبان لي على الميديا سيرفيس. لو جينا اتكلمنا بقى على الميديا سيرفيس اوف ذا سيريبرال انفيريور سيرفيس السالكايرو دايراي، هنلاقي ان في عندي حاجه اسمها كوربس كالوزم اللي احنا قلنا عباره عن باند اوف وايت ماتر كونكتنج تو سيريبرال انفيريور توجذر. الكوربس كالوزم بيبقى موجود على الميديا سيرفيس. يبقى ايه السالكاي والجيراي اللي ريتد ليه؟ اول سالكس جاست اباف كوربس كالوزم اسمه كالوزال سالكس، وده فيري امبورتنت حتى في البراكتيكال. السالكس ده بيبقى ماشي جوه ارتري اسمه انتيرو سيريبرال ارتري. السالكس ده لما اجي اشوف الكونتينيويشن بتاعه الاقيه مكمل تحت دخل على الانفيرو سيرفيس. احنا كنا قلنا الانفيرو سيرفيس جزئين، جزء اسمه اوربيتال بارت، جزء اسمه تنتوريال بارت. فبيكمل على الانفيرو سيرفيس، يسموا السالكس ده اللي دخل هنا هيبوكامبال سالكس. يبقى هو هنا اسمه كالوزل، الكونتينيويشن بتاعه بقى اسمه هيبوكامبال. هنعرف بعد شويه ليه سموه هيبوكامبال. في بقى سالكس ثاني موازي للكالوزل سالكس اسمه سنجليت سالكس، سنجليت يعني الساجد. والسنجليت سالكس مسافه 1 فينجر بريث اباف كالوزل. ويجي يتقسم لاثنين سالكاي، واحد يمشي ورا السنتر سالكس، ده السنتر سالكس اسمه مارجنال. والتاني ينزل تحت behind this area of corpus callosum اللي سميناها مؤخرة، مؤخرة يعني سبلينيوم. يبقى ده سنجليت سالكس هيتقسم الى تو ديفيجن، واحد اسمه مارجنال ورا سنتر سالكس، واحد اسمه سب برايتل في تبع البرايتل لوب بس من تحت، فكده اسمه سب برايتل. ده behind the سبلينيوم of corpus callosum. في عندي بقى سالكس اللي هو اسمه قلنا برايتو اوكسيبتال، اللي هو ده اللي يفصل لي برايتل لوب عن اوكسيبتال لوب. بلاقي عند نهاية البرايتو اوكسيبتال سالكس يطلع لي سالكس آخر اسمه كالكراين سالكس. كلمة كالكر يعني طائر العقاب، والطائر ده يتميز إن قدمه ليها إصبعين. فقال لك السالكس بتاعي عامل كده، له تو لمبس، لمب اسمه انتيرو لمب، لمب اسمه بوستيرو لمب. البوستيرو لمب هيروح يكمل على اللاترال سيرفس وده الانتيرو لمب. فالمنظر ده بالبرايتو اوكسيبتال سالكس كانه اصابع ساق طائر العقاب. اوقات يسموه اسم تاني واي شيب سالكس، بس دي انفيرتد واي، فده اسمه كالكراين سالكس. تمام؟ لو جينا الجزء ده سميناه ايه من الـ من الانفيرو سيرفيس؟ سميناه تنتوريال بارت، لان احنا قلنا فوق التنتوريوم سيريبل لاين. هلاقي ايه؟ ده الكالكراين سالكس. هلاقي ان في عندي اثنين سالكاي فيه، واحد ميديال اسمه كولاترال، واحد لاترال اسمه اوكسيبيتو تمبرال سالكس. يبدا من اوكسيبيتال بول لحد التمبرال بول، وده سميناه من شويه هيبوكامبال سالكس. لو رسمت الاثنين سالكاي دول هرسمهم هنا، ده اللي اسمه كولاترال وده اللي اسمه اوكسيبيتو تمبرال سالكس.
فيبقى كولاترال سيركس هو ده الميديان، واللاترال ده اسمه اوكسيبيتو تمبرال سيركس. اوكسيبيتو تمبرال سيركس الكولاترال سيركس ده يجي جزء منه الانتيريور بارت منه في الانفيريور سيرفيس يعمل لك سيركس شكله عامل كده اسمه راينال سيركس ار اي اتش. راين يعني نوز، شبه الطرف بتاع النوز، يبقى ده اللي اسمه كولاترال سيركس عمل لي راينال سيركس. الاريا اللي هنا بقى اللي سراوندد باي راينال سيركس اسمها انكس. انكس يعني خطاف، اللي هي الاريا دي. والاريا دي لو جيت شرحتها هلاقي دي بيها في نيوكليس اسمها اميجدالويد، واحده من السنترز بتاعت السميل. يبقى الانكس الديب ستراكشر ليها اميجدالويد نيوكليس سراوندد باي راينال سيركس اللي هو كونتينيوشن اوف كولاترال سيركس. طيب يبقى دي كده عندي السلكاي المهمه. الجايراي بقى هنقسم الجايراي الى نوعين اللي في ميديان سيرفيس، هوصفهم اباف في A وبيلو في A. فلو ابدا اباف يسموا الجايرس ده ميديال فرونتال جايرس لان تبع الفرونتال لوب ومن ناحيه الميديال. سمينا الجايرس ده ايه من شويه؟ سميناه اللي هو اراوند سنترال سيركس، سميناه قلنا بارا سنترال لوبيول، وقلنا الجزء الامامي موتور والجزء اللي ورا سنسوري. الجايرس اللي هو في المنطقه دي اللي ما بين برايتو اوكسيبيتال سيركس والبوستيرو كالكراين اسمه كيونيس. اللي قدامه يسموه بريكيونيس. اللي تحتيه اسمه لينجوال جايرس، لانه يعني الحته دي شبه اللسان. يبقى انا عندي في الناحيه الميديال عايز اربع خمسه اريز. الخمسه اريز موجوده من قدام لورا ايه؟ ميديال فرونتال جايرس، باراسنترال اللي بيقول بريكيونيس، كيونيس اند لينجوال جايرس. بعدين في عندي انذر جايراي تبقى تحت دي، دي اسمها باراترنال جايرس المنطقه دي تحت الكوربس كالوزم، ثم دي اسمها سب كالوزال جايرس، وده اسمه سنجليت جايرس. ما بين مين ومين؟ ما بين الكالوزال ساركس والسنجليت ساركس. نهايته ورا الاسبينيوم اسمها ازمس. ازمس يعني حته نارو. الازمس ده يكمل تحت هنا هيبقى اسمه بارا هيبوكامبال جايرس. ليه بقى بارا؟ بجوار الهيبوكامبال ساركس. وينتهي البارا هيبوكامبال جايرس باريا اسمها ايه؟ انكس، اللي بحرف اليو. يبقى تاني هتلاحظ حاجه، الاريا دي اسمها باراترنال سب كالوزال سنجليت، بقى اسمه ازمس، كمل ببارا هيبوكامبل اللي انتهى باسمه انكس. الحته دي بقى الانتيرو بارت من البارا هيبوكامبل مع الانكس يسموها على بعض بايريفورم لوب. دي واحده من اسمي الارياز المحترمه، فده يعتبر سمول اديشنال لوب، بايريفورم لوب. ده ليه علاقه بالسميل. احنا بقى المنطقه اللي لونها ازرق دي اللي موجوده على الميديال سيرفيس اللي بدات من الباراترنال وانتهت في الانكس يسموها مجتمعه ليمبيك لوب. كلمه ليمبس يعني منحرف او كيرفد، مش الليمب بتاع الممثل، فليمبس يعني كيرفد شكله زي حرف السي. فما هو الليمبيك لوب؟ It is a C-shaped loop seen on the medial surface of the cerebrum، متكون من باراترنال سب كالوزال سنجوليت اسمس بارا هيبوكامبل اند انكس. واحده واحده بقى شويه ترمينولوجي. ليه بقى سموها بارا هيبوكامبال جايرس؟ يعني ايه الكلمه دي؟ بارا معناها بجوار، هيبوكامبال معناها ايه؟ هيبوكامبال معناها الانجليش معناها سي هورس، حصان البحر. ليه حصان البحر؟ لو عملنا سيكشن في المنطقه دي كورونال سيكشن هلاقي هنا في ستراكشر جوه شكله عامل كده زي حصان البحر اللي بيطلع في افلام الكرتون طالع منه كده، اسمه هيبوكامبس. هيبو يعني حصان وكامبس يعني سي، فحصان البحر. الاريا دي الهيبوكامبس بالليمبيك لوب ليها فانكشنز كتيره جدا. ليها فانكشن ايه؟ من ضمن الفانكشن انها يعتبر سميل اريا. فالليمبيك لوب بيعتبروه جزء من حاجه اسمها راين انكيفالون. راين يعني نوز وانكيفالون يعني مخ، هو ده الجزء من البرين اللي ليه علاقه بالسميل. خلي بالك الانسان غير الانيمالز، اللور انيمالز زي الكلاب والحاجات دي موست اوف ذا برين كونسيرند وذ سميل، عشان كده حاسة الشم عند الكلاب مرتقية جدا. احنا كإنسان الحاسة دي عندنا تقل وتنحصر في مناطق معينة، لكن في الأنيمالز لا، المناطق يسود عليها كتير أوي السميل. أنا كإنسان مش محتاج سميل كتير، فينحصر في بعض المناطق. المناطق دي اسمها راين انكيفالون، راين جاي من النوز، اللي هي ممثلة جزء منها هي الليمب كلوب اللي هو شكله زي حرف السي اللي هو سي شيب ستراكشر. يبقى وظيفته سميل. غير كده من ضمن وظايفه ان هو مسؤول عن السيكشوال اكتيفيتيز، النشاط الجنسي. من وظيفته ان هو مسؤول عن الريسنت ميموري، تذكر الحاجات القريبه. اما الاولد ميموري الحاجات القديمه تتخزن في التمبرال لوب في تحت، فده جزء من وظيفه الريسنت ميموري.
لما جم لقوا الليمبك لوب حصل له لما بدا يشتغل لقوا ان ليه علاقه بالنيرف فانكشن ان هو بيغير البلس والبلاد بريشر والريسبيريشن لان ليه كونكشن بحاجه اسمها فوق اسمها الهايبوثالامس. يبقى ده برضه من ضمن الفانكشن بتاع الليمبك لوب اللي اسمها في الفسيولوجي ان بيبقى يفرز فيه حاجه اسمها في داخل الليمبك لوب حاجه اسمها اوبيويد. الاوبيويد سبستنس عباره عن بين كيلر حاجات تقلل احساسي بالبين. فلما يجي لي مثلا بين اتخبط كده احس بالبين في ربنا عندي عامل حاجه اسمها انرجيزك سيستم. انرجيزك يعني الجيزي يعني الم مسكنات الم طبيعيه او اسمها اوبيويد سبستنس بتصنع في البرين في كذا مكان زي هايبوثالامس زي بيتيوتري زي الليمبك لوب او الليمبك سيستم. ده بيفرز مواد تسكن الالم عشان تعمل لك شويه انالجيزيا تسكين للالم خصوصا في الاسترس اثناء التوتر. لو انت مثلا بتلعب كوره واتخبطت وعايز تكمل مباراه فربنا يخلي الليمبك لوب يفرز لك انالجيزك سيستم عشان تستحمل البين اثناء المباراه ما توقفش. ده يسموها ستريس انالجيزيا اللي هي تسكين الالم اثناء التوتر. فدي اريا مهمه جدا اللي هي الليمبك لوب. طيب كده دي اللي هي جايراي اند سالكاي على الميديا سيرفيس. تعال بقى على الانفيرو سيرفيس. هتلاحظ حاجه الانفيرو سيرفيس قلنا جزئين. الجزء ده اسمه اوربيتال بارت وده اسمه تنتوريال بارت. هتلاحظ ان هما الاثنين التنتوريال خصوصا يكمل لي بني على الميديال عشان اشوفه كويس هعمل ايه. هرفع البريه والصليب تحت هنا. يلا اسامي الجايراي ايه؟ توقع ده هو اللي اسمه بارا هيبوكامبل جايرس. اللي يكمل قدام يبقى انقص. وسمينا الحته دي اللي هي الميديال دي الجزء ده الانتيرو ده سميناه باي الفورم لوب. طب ده وده اسمهم ايه بقى؟ الاثنين ليهم علاقه بالاوكسيبوتيمورا السركس بس واحد ميديال واحد لاترال. فده يسموه ميديال اوكسيبوتيمورا جايرس وده يسموه لاترال اوكسيبوتيمورا جايرس. خلي بالك لما كنا راسمين اللاترال سيرفس من شويه باللاترال سيرفس وكنا قلنا ان عندي التيمورال لوب في اثنين سالكاي اسمهم سوبيرو وانفيرو تيمورا سالكاي. الانفيرو تيمورا سالكس اللي هو ده اللي عليه الاكسات هو اللي يكمل لي على اللاترال سيرفس هنا. يعني ده انفيرو بس من الناحيه اللاترال هلاقيه يكمل على التنتورا برضو من الناحيه اللاترال. ففي ناس يقول لك ايه؟ ده نقول عليه انفيرو تيمورا سالكس لو بص عليه من الناحيه اللاترال. لكن لما بص عليه من تحت هو الاوكسيبيتو تيمورا هي يعني ده يعتبر الكونتينيويشن بتاع الانفيرو تيمورا جايرس. فيبقى ده بارا هيبوكامبل ميديال اوكسيبيتو تيمورا جايرس لاترال اوكسيبيتو تيمورا جايرس. وقلنا البارا هيبوكامبل ينتهي قدام بانكس سراوندد باي راينال سالكس والانتيرو بارت ده من البارا هيبوكامبل مع الانكس يسموه باي ريفورم لوب اسمه القريب. نيجي بقى على الجزء اللي اسمه اوربيتال. الاوربيتال ده بلاقي فيه سالكس اسمه اولفاكتوري سالكس ماشي فيه ايه؟ حاجه اسمها اولفاكتوري بالب. ايه حكايه الاولفاكتوري بالب؟ لما انا تخيلت لا دي النوز وده سكشن ساجيتال لما وده بقيه السكال سكشن ساجيتال وده البرين هعتبر ده الفرنتال لوب. السمال امباسس تخش من النوز عن طريق حاجه اسمها كريبري فورم بليت اوثمويد بون تتجمع تعمل لي حاجه اسمها اولفاكتوري بالب. البالب يطلع منه حاجه اسمها اولفاكتوري تراكت. التراكت تتقسم في حاجه اسمها اولفاكتوري سترايا. سترايا يعني خط. فالسمال امباسس تيجي من النوز اولفاكتوري نيرفز او فيلمنت الاولفاكتوري بالب اولفاكتوري تراكت اولفاكتوري سترايا. هنا مكان الاولفاكتوري تراكت البلب الاول وهنا ماشيه الاولفاكتوري تراكت في الاولفاكتوري سالكس تتقسم في نهايته الاثنين اسمهم اولفاكتوري سترايا ميديال سترايا لاترال. بين الاثنين حاجه اسمها انتيريو بيرفيل سابستنس. يبقى بين الاثنين سترايا يبقى ده الاولفاكتوري سالكس خلاص عرفناه. جنب السالكس ده في سالكس ثاني اسمه اتش شيب اوربيتال سالكاي. الاتش شيب هيقسم لي الاوربيتال سيرفيس الى فولوينج جايراي. ده اسمه انتيريو اوربيتال جايرس وده بدا بوستيريور ده ميديال وده لاترال. فانت عندك اربع اوربيتال جايراي انتيريو بوستيريور ميديال لاترال. اخر جايرس في الانفيرو سيرفيس سموه جايرس ريكتس ريكتس يعني مستقيم وده علاقته ايه؟ يبقى ميديال للاولفاكتوري سالكس. فدي السالكاي والجايراي. دكتور الفانكشنال اريز اللي عندي هنا تبان لي ايه؟ احنا قلنا هنا ده اعتبره سميل. هنا الفانكشنال اريا اللي هنا في المنطقه دي ايه؟ الحته دي فيها حوالين البوستيريور ليمب في الكالكراين سالكس حوالين اللبس اريا رقم 17 سراوندد باريا رقم 18 و19 اللي هي فيجوال اسوشيشن اريا. فالفيجن مجهود متركز على الاوكسيبيتال لوب. وقلنا هنا سميل وده برضه سميل اند سيكشوال اكتيفيتي اللي هو الليمبيك لوب. كده دي خلصنا كده بقى ايه الفانكشنال اريز اللي عندنا مهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف بقى الحاجات اللي احنا شرحناها من شويه اللي هي السريبرم كبرزنتيشن على الباوربوينت.
دي اللي احنا قلنا استرابي هيمسفير 3 سيرفيسز 3 بوردرز 3 بولز 3 مين سالكاي و 4 مين لوبس. ده بقى شكل السيريبرم على بعض. اللي انا شاور عليها دلوقتي دي هي مكان الاوكسيبيتال بول المنطقه دي، وهنا مكان التمبرال بول، وده الفرنتال بول. هتلاقي هنا في جروف باين جدا، اهو ده البوستيريور ريمز اوف لاترال سيركس اللي بشار عليه ده. وهتلاقي في مجموعه من الجايراي وفي بينهم سركايا. طبعا ده السيريبرم، واللي تحتيه ده السيريبلم، واللي قدام ده بارينستم. ده الساشتا سيكشن اللي احنا قلناه، وده باين اللي اسمه كوربس كالوزم الجسم الصلب او كاسئ، وقلنا ده اللي اسمه ميد برين. الجزء الخلفي ده اسمه التكتم، وقلنا التكتم بينه وبين السبلينيوم دي اسمها في كوربس كالوزم في فيشر. الجروف ده اسمه المكان ده اللي بشاور عليه ترانسفيرس سيريبرال فيشر، بيبقى معدي فيه فين اسمه جريت سيريبرال فين اللي بيشارك في تكوين حاجه اسمها ستريت ساينس. ولو ركزت في الحته دي اللي بشاور عليها دلوقتي، ده السيريبرم وده السيريبلم، اهو ده هنا مكان التنتوريوم سيريبلاي. يبقى ده تنتوريوم سيريبلاي، ده الصامت بتاعها اللي فيه ستريس ساينس اللي باين عندك، وده الجريت سيريبرال فين بيخش بالترانسفيرس فيشر اللي هو شايفه هنا. دي منطقه الثالامس كمعلومه، ودي اللي اسمها اللي فوقها دي اللي اسمها الفورنكس. الفراغ اللي بينهم ده اسمه كورويد فيشر اللي احنا قلناه، ما بين الثالامس تحت اللي شكلها ليها حاجه ليها عين كده، وما بين الفورنكس الفراغ ده اسمه كورويد فيشر. وهتلاحظ حاجه بقى هنا، مكان الميديا اللي قلنا الفيشر اللي فوق ده الازرق اللي فوق هو ده السوبيريو ساشال ساينس اللي موجود في النص. طبعا ده كده قلنا الميديا سيرفيس، قلنا ايه تعرف ازاي في الميديا سيرفيس قدام من ورا، قيس المسافه من اخر الكوربس كالوزم لحد اخر البرين، المسافه دي اقل من هنا الى هنا، فكان الكوربس كالوزم جامبنج فورورد طلع لقدام، اسف طلع لقدام، يعني هو المسافه هنا اقل من المسافه دي فهو كانه طلع لقدام. عايزين نبص بقى الصوره دي، ده منظر البرين من فوق، ده الاثنين سيرفا هيمسفير، والفراغ اللي بينهم ده اسمه الميديا لوجنال فيشر. هتلاقي حاجه، هتلاحظ حاجه، احنا لما طلعنا هنا البرين، البرين ليه 3 كافرنز اللي هما بايا واراكينويد وديولا. البايا لازق على البرين، الطبقه اللي بعدها دي الاراكينويد ماتر، اهي دي الاراكينويد ماتر هي دي اللي بتلمع، ودي الفيسلز اللي تحتها بقى، في طبقه بره خالص اسمها ديولا سيبك منها بقى. هنا هتلاقي في شويه حاجات منها ابيض، ممكن يحصل شويه كالسيفيكيشن في السي اس اف، فده يظهر لك ويعمل لك ديبريشنز في السكال كاب حفر، وكل ما الديبريشن دي تكون مور ديبر منخفض اكتر معناها ان الكالسيفيكيشن اكتر، معناها ان الايج اقدم اكبر. يعني ده بستخدمها لما اجيب السكال كاب ابص على الدبريشن، تهمني في الفورنسيك ميديسن في الطب الشرعي، لما الاقي فيها دبريشنز كتيره من جوه معناها ان السكال دي بتاعت اولد ايج. ده مازر لاترال سيرفيس اللي احنا قلنا ده الفرنتال والتمبرال والاوكسيبيتال بول، وده اسمه سوبر سيلري بوردر، وادي السلكاي اللي احنا من شويه كنا شارحينها، وده الايماجين لاين 1 اللي احنا قلناه، والماجي لاين 2 اللي اقدر افصل بيهم برايتل عن تمبرال عن اوكسيبت اللوب. طبعا ده برضه البوستيريور ريمس لاترال سيركس اللي هو ده اللي انا شايفه، وده الميديال سيرفيس. وهتلاقي هنا ايه؟ ده الباوندرز بتاع كل لوب من الناحيه اللاترال او من الناحيه الميديال. هنا هتلاقي حاجه، هتلاقي ده الكوربس كالوزم الابيض ده، واللي موازي ده اسمه الفورنكس اللي تحتيه. هنا بقى في سالكس اسمه سنجليت سالكس اللي هو ده الكبير ده. في اذر سلكاي بيبقى عن نيم مش قضيه. وهنا هتلاقي في حته شكلها مثلث، المثلث ده اللي اسمه كيونيس اللي احنا قلناه من شويه، يبقى اللي قدامه اسمه بري كيونيس، واللي هنا يبقى اسمه بارا سنترال، واللي قدام ميديا فرونتال. فكرك كنت قلنا ميديا فرونتال بارا سنترال بري كيونيس والمثلث كيونيس، واللي تحت المثلث اسمه لينجوال جايرس. طبعا واضح ان ده السيريبلم. دي بقى ايه الباوندريز بتاع كل لوب، ده الفرنتال الاحمر، وده البرايتال، وده التمبرال، وادي الاوكسيبيتال. طبعا دي اللوبس اللي احنا اساسيه، ونفس الرسمه هنا اللوبس من فوق. بس الرسمه اللي بعدها بقى دي برضه نفس الكلام اللوبس. هتلاحظ حاجه هنا، ده اللي شايفه ده الفرنتال لوب، وده البرايتال لوب. هنا ده الجروف ده وكان السنترال سالكس، هو عامل احمر لوحده كده، الموتور اريا اربعه، دي اربعه يعني يعملها لوحدها، اعتبرها كانها لوب لوحده، وده التمبرال لوب، وده الاوكسيبيتال لوب. شايف الجروف ده او اللي اسمه برايتو اوكسيبيتال، يفصل برايتال عن اوكسيبيتال، والخط ده اللي اسمه بوستيريور ريمس اوف لاترال سالكس. طبعا دي السالكاي والجراي اللي احنا شرحناها من شويه على الميديا سيرفس واللاترال سيرفس. ده اللي احنا قلنا الانفيرو سيرفس، ادي الاولفاكتوري سالكس، وادي الاتش شيب اوربيتال سالكاي،
والاربعه اوربيتال الجيران اللي احنا قلناها من شويه، وهنا في الفاكتور سيركس جواه الفاكتوري بالب اللي يكمل الفاكتور تراكت، يتقسم الاثنين الفاكتور ستراير بينهم انتيريور بيرفريت سابستنس. وليه سميها انتيريور بيرفريت؟ هي في واحده يمين واحده شمال، لان في ورا عند الميد برين كنا شرحناها زمان ان في بوستيريور بيرفريت سابستنس. يبقى عندك البيرفريت سابستنس الثلاثه، اثنين انتيريور واحدة بوستيريور، الاثنين انتيريور واحده يمين واحده شمال، بوستيريور في الميد لاين. دي بقى اللي هي الفانكشنال ارياس، هتلاحظ حاجه دي اريا 4 اللي احنا قلناها، اريا 6 قدام اريا 4 اللي هي اسمها بري موتور، وهتلاحظ حاجه اريا 6 دي بيراميدال اريا، الجزء اللي فوقاني تقريبا 5 سم، اللي تحت سم، يعني هي ايه؟ بوينتد داون او مثلث الايبكس بتاعه لتحت. فدي اريا 4 6 8، فاكرين قلنا اريا 44 45 اللي هي بروكس اريا او فيرست بيتش اريا، وادي برايمال اوديتري اريا حواليها اريا 22 اللي هي اوديتري اسوشيشن اريا. هنا هتلاقي ايه في الفيو ده؟ ده الميديا سيرفيس، اللي في النص ده اريا 17 الفيجوال اريا برايمري، اللي جنبها 18 اللي جنبها 19، خلي بالك 18 19 اباف اند بيلو، يعني كان 17 في النص جنبها 18 وبره خالص 19، فيبقى هي سراوندنج اريا 17 اللي هي رقم 18 19، 18 19 ستريب فوق وستريب تحت، واحده فيجوال اريا واحده فيجوال اسوشيشن اريا. احنا اللي احنا قلناها بالاول ان احنا ايه؟ المفروض هنا في لاترال سيركس، هجيب فورسبس ونبعد اللاترال سيركس، فبنت لك جزء مستخبي مش باين اللي سميناه انسولار لوب او انسولار الجزيره المعزوله ايلاند اوف ريل. الجزيره دي اهي، لو احنا عملنا الحركه بقى الثانيه جبنا المشر قطعنا الكفرنج، هتبان لك الانسولا هي دي وده الايركس بتاعها معايا، ودي السلكاوي جراي اللي على الانسولا. الايركس على الانسولا عند المنطقه اللي اسمها انتيريو بيرفيت سابستنس، ادي الانسولا. الحته دي بقى البرين اللي رفعها الدكتور او نزلها عشان يبقى يبين لك الانسل حولها يسموها اوبيركلم. اوبيركلم يعني كفر، ده يسموه فرانتال اوبيركلم، ده فرانتو بارايتال، واللي تحت ده يبقى تمبرال اوبيركلم. فالانسل عشان تبان لي لازم يا اما اقطع كده يا اما اعمل الحركه اللي فوق. That's it.